أنا بشتغل بشكل أساسي بالمسح الميداني، بنعمل استمارات المسح الميداني لمنطقة معينة بنقيس فيها احتياجات سكان هاي المنطقة، بالإضافة لأن إحنا بنشتغل على ورشات التوعية سواء كانت توعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو ورشات التوعية النفسية، وكمان نشتغل على الإحالة والتواصل مع الشركاء الموجودين معنا. أكثر شيء بيأثر فينا لما نحس إنه عملنا تغيير فعلياً بحياة أي شخص، لما بكون بنشوف الفرق بين لما إجا عنا بالأول وكيف صار التغيير هذا سواء على حياته الاجتماعية حياته الأسرية، إنه فعلياً الاضطراب النفسي هو ما بيأثر بس على الشخص نفسياً، هو بيأثر على محيطه الاجتماعي كوني أنا أخصائية اجتماعية، فهو بيأثر على محيطه على أسرته على أبنائه أو أبنائها، فهذه كلها لما بتتأثر ومنلاحظ إنه صار في تغيير وتحسن للأفضل أكيد بنتأثر. النشاطات اللي بقوم فيها حالياً كأخصائي اجتماعي التواصل مع الأهالي أو التواصل مع الحالات عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق برنامج زوم للأخذ بعض الحاجات أو الاحتياجات اللي بيحتاجوها الأشخاص من دعم نفسي أو دعم طبي أو دعم بحاجة إله كأي حالة. وأنا بستقبل حالات من المنظمات الأخرى وبحول حالات لمنظمات أخرى إذا كانت بحاجة إلى دعم من قبل الجمعية. تواصلنا مع عدة أرقام، لقينا لهم عدة أرقام شباب ومنهم سيد نزار، تواصلنا معه وحكينا له عن حالة أبوي، كان يعاني من المي البيضة بعيونه وما كان يشوف غباش يعني، وحولونا على عدة أطباء وفحصوه كشفوا الحالة إنه عنده المي البيضة، والحمد لله يعني حولونا على مشفى الشرق الأوسط بعمان، وعمل أول مرة لعينه الأولى اللي هي الشمال عملها والحمد لله تكللت بالنجاح، يعني صار يشوف الحمد لله يعني بفضل الله وجهود ثم جهود الشباب. حاليات واجهتنا هي جائحة كورونا، هي أثرت على طبيعة عملنا كفريق مسح ميداني، إحنا لأنه إحنا كنا بالعادة نطلع نعمل زيارات منزلية للبيوت، فمن خلال جائحة كورونا منعتنا إنه نطلع نعمل تواصل مع الأهالي بشكل وجائي، فصار اتصال تواصل عن طريق الهاتف أو عن طريق برامج زوم أو عن طريق برامج الإنترنت. الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية فعلياً، عم نلاقي قدي في أشخاص عم بتأثروا حياتهم عمالها تتغير تماماً، عم تنقلب 180 درجة نتيجة تأثرهم بأحد الاضطرابات النفسية، وإذا ما تطور الاضطراب فهو عم بيعاني من وجود مشكلة اجتماعية حقيقية بحاجة لدعم. مهم كتير يكون في استمرارية في هاي البرامج، مهم إنه إحنا نتابع مع المستفيدين اللي أصلاً موجودين معانا هلأ، لما احنا نقطعهم بنص الطريق ينتهي التمويل فهي عم بتعمل لهم انتكاسة، كمان بالإضافة لأنه ما بدنا ننسى الآثار النفسية اللي عم بتخلفها جائحة كورونا الكبيرة واللي عم بتخلي عنا حاجة واضحة وشديدة لمثل هيك برامج بالمستقبل.